الاسلامي او ضد الاسلام عين معمل مده دقيقتين بالضبط هتتكلم في المساله المهمه دقيقتين لو طول امشي طول امشي المؤتمر ده بنسمع الكلام ونمشي من غير اي حاجه كده يبقى ايه لازمه المؤتمر؟ لابد ان نوقع هذا الكلام الى عمل. هذا ما سمعناه كان علم والذي سيوقعنا هو العمل والعمل وهو تم انشاء وحدات محليه لتوحيد صفوف المسلمين بين الازهر والاوقاف والجمعيه الشرعيه والسلفيين والاخوان والجماعه الاسلاميه هذه الرابطة تسمى رابطة الإسلام عين معمل. هذه الرابطة يشرف عليها ولي مشايخ مشيوخ الأفاضل. كل ما يدور فيها سيتم عرضه عليه. ليه أخبرنا الكلام ده؟ إحنا هنا في الوراق. على سبيل المثال عندنا ناس هتقدم الانتخابات. الناس اللي هتقدم الانتخابات دي إسلاميين. طب ده عايز يمين ولا عايز شمال؟ خلاص ما فيش الكلام ده. الناس دي كلها في مجلس الشورى هيتعمل من رموز الفصائل اللي أنا ذكرتها على مستوى المحافظات. رؤساء والإخوة